يا هلا ومرحبا ومسهلا، واخيرا بعد طول انتظارها. طبعا هذا من احلى انواع ستات الفرش اللي ممكن تمر عليكم. هذا انا لما سويناه المره اللي طافت بسرعه خلص، يمكن 10 ايام وطلع سولد اوت، وسوينا اوردر. وانا اوريكم الفرش، تشوفوا هذا الطقم كامل حطيت لكم فيه فرش شوي وفرش العين. طبعا تجي بهالطريقة هذي، شوف شلون مغلفينها علشان تحافظ ان الشعر ما ينفش. فانت اذا لك خلق ان انت تحتفظين بهذا وبس تخلصين منهم من الاستعمال، تسكرين الشبك عليهم كذي تقدرين تحافظين عليهم اطول مدة ممكنة. شوفوا بنات هذا الفرش، شوفوا شحالات هذا بنات الخشب، هذا مصبوغ صباغة ايد. شوفوا تي واحدة كذي فاتحة، تي واحدة غامجة. يعني أنا وايد أحب أشياء الهاند ميد. شوف شحالاتها، شوف طريقة الصبغ، مكان فاتح، مكان غامج. شوفوا يهبلون، كنت أتمنى أن أحد يصور لي إياهم بالمصنع وهم شلون يصبغونهم، بس يعني حسافة ما صارت هالحركة. فاللي بوصل لكم إياه أن أول شيء حطيت لكم كواليتي وايد حلو، وحطيت لكم كل الفرش الأساسية اللي ممكن تحتاجينها حق الوجه والفرش اللي تحتاجينها حق العين.